السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شاكيب طبيعة الحال صاحب قناة زمان 35. اليوم 5 جوي أحد 2020 درت لكم هذا الفيديو كما شفتوا في العنوان على قبل الدرع الفاتي بعد إلحاح من بعض الأصدقاء كيقول لك راك فايت 100,000 مشترك في القناة خاصك تاخذ الدرع. أنا تقريبا وصلت 300,000 ما مسوقش ديجا ملي تسوقت للدير او تسوقت للادسنس كما كيعرفو الناس. الوغ بعد الإحاء ديال الأصدقاء عمرت الطلب ديال الدير. كنت عمرتو في لو 21 ماي عمرت و لو 22 جوبو و وصلني الدير لو 29. هذا هو باش كان وصل كابون ديالو لو 22 ماي كان وصلني. كان اتصل من امريكا لو 22 ماي وفي المغرب كان وصلني لو 29 ماي. كان جات بالجمعه يوم وفاه المناضل عبد الرحمن اليوسفي الله يرحمه ويوسع عليه ويرحم جميع موتانا. الطريقه باش وصلني واحد الاسبوع كانت وصلني واحد جيميل من شركه UPS كل نهار تيقول لك الدرع فين واصل. في امريكا دار ربما واحد 4 ايام من الولايه للولايه اوكلاهوما وقيلا الكنتاكي سانسيناتي نيويورك من بعد باريس مدريد كازا. كانوا اتصل بيا السيد ديال UPS كان الجمعة لو 29 باش نزلت خديتو كان جابو ليا الدار خديتو والله ما حليتو حتى ربما واحد الساعة عاد حليت هاد الدرع حيت كانت الموت ديال عبد الرحمن اليوسفي هذا كان دماغي معاه. كان هذاك السيد عزيز عندنا وفكات يقرب لينا هنا في حي بدر بورمون. الدرع وصل هذا هو الدرع ديجا حليته نهار وصافي رجعتو كما كان. هذا هو الدرع. هذه رسالة عادية كتوصل لكلشي أي واحد كيوصلو الدرع كتوصلو هذه الرسالة موقع مديرة يوتيوب سوزان كتشكرك على بانك وصلت 100,000 خديتي الدير بانك القناة ديالك تستاهل. هي نفس الرسالة اي واحد كياخدها ما كتكونش فيها سميتك هي ديجا بحال كوبي كولي كلشي كياخدها الرسالة فين كتوصل الدير الفضل ديال 100,000. هذا هو الدرع اللي غادي يبان لكم هنا. هذا هو الدرع الفضي السمية دات فيها ديال السمية ديال القناة اش غادي تبان لكم السمية ديال القناة اللي فيه. فقط درت الفيديو باش نشكر اولا كيفاش القناة وصلت للعدد ديال المتابعين او المشاركين كيفاش فتحت القناة. اولا كيفاش فتحت القناة فتحتها في 27 افريل في 2006 2007 تفتحات بعد الحاح من الاخ ديالي اللي كيتواجد في امريكا اللي كان عايش هو في امريكا واحد 30 عام دابا. تقول لي بغينا داك الصوت ديال داك الجمهور يوصل للعالم غادي تكري انا كونت اون شين في يوتيوب كيفاش دير لايف فيديو تلوح فيديو وبطبيعة الحال بقات بشوية حتى القناة كيتزاد المشتركين والحمد لله من القنوات كما كيعرفوا الاصدقاء والمتابعين اللي عندي في فيسبوك. القناة عمري ما طلبت عمري ما كتبت هذيك ديال ابوني اي ديال الاشتراك في القناة او بارطاجي شي فيديو او مخلي القناة اللي بغا يدير اشتراك مرحبا اللي ما بغاش يدير اشتراك مرحبا. حنا كان الهم ديالي هو يوصل لهذاك الصوت ديال هذاك الجمهور للعالم والحمد لله الفكرة نجحات بشوية حتى توسعت في العالم كامل وكما شفت الفيديوهات واصلين الصوت ديال هذاك الجمهور واصل بالفضل ديالو بفضل ديال الجمهور ديال رجاء عامة كل بسول خاصة وصل صوت الجمهور. بزاف الفيديوهات اللي وصلوا اللي خلاو واحد الصدى طيب في العالم منهم فيديو ديال جمهور رجاء يعتز نصرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فيديو ديال غزة فيديو ديال بلاد الموني اللي خذاو اعلاميين كبار فيديو ديال دمنا عربي حنا خاوة ماشي عداوة بين المغرب والجزائر اللي مازال الان كتوصلني رسائل كثيرة من الاشقاء الجزائر اللي كيشكروا هذيك الرسالة النبيلة ديال جمهور رجاء مباراة خيبقى في خنيفرة 2015. هذا هو الأهم ديما كنبغي نوصلو واحد الرسالة نبيلة ديال الجمهور توصل للعالم. هذا هو الفايدة ماشي
عندنا الأموال ديال الأدسنس. القناة الحمد لله كما كنقولوا ديما شاكيب أقدم من الأدسنس. قبل ما يكون الأدسنس شاكيب فتح قناة ما كانوا لا فلوس لا والو. شاكيب فتح قناة 2007، الأدسنس بدا في 2012. الأدسنس ما تسوقتش ليه كما كيعرف الناس، كان الهم ديالي نوصل لهداك الصوت. الحمد لله 2020 شحات الفكرة كان بشوية بشوية بدون طلب من الجمهور باش شي واحد يدير لي اشتراك او يبارطاجي شي فيديو او نطلب شي ربما شي صفحة نصيفط لهم نقول لهم ديروا لي اشهار القناة. غادي بشوية بشوية. هادي نصيحة لأي واحد كيدير القناة، عول على راسك، خدم على راسك، ما تطلبش الناس، خلي بلاصتك زوينة. بحال انا كنصور في التيران نخلي بلاصتي الحمد لله زوينة، كانش ضغط القناة ديالي بلاصة فاش كنجلس، كنجلس ما كنوقفش، ما كندوش على التيران، ما كنبقى نبوس نبوس نبوس، عارفيني كنجلس كنتبع الفقرة كنبغي. الجمهور عين على التيران، عين على الجمهور، الكاميرا على الجمهور. أي واحد عنده قناة حاول تخدم على راسك وربي يسر ليك تخلص من الأدسنس، حياتك هاديك عادي. دابا اللي كيدير يوتيوب إلا هو باش يتخلص. الناس اللي كانوا كيقولوا شاكيب علاش ما كتخلص لك تي 160؟ انا موظف عادي سامبل، هذا ماشي شي حاجه اللي حتى انا محتاج الفلوس، اي حاجه محتاج ليها ومن هنا القدام يكون الخير ان شاء الله. بالنسبه للدرع هو درع ديال الجمهور، حيت الجمهور اللي يستاهل هذا الدرع، الجمهور اللي يخدم، الجمهور اللي خدام ديما واقف مع الفرقه، ديما واقف معها. الوغ كنشكركم بزاف و كنعتز بانتمائي لهذا الجمهور، كذلك الجمهور يعتز بواحد اللي كيصور. ما ربطتش علاقة الحمد لله في حياتي كاملة، منين بغينا الفرقة في 79 في 80 دخلنا للتيران، ما ربطنا علاقة مع لاعبين، تصاحبنا مع لاعبين، ما تصاحبنا مع منخرطين، ما تصاحبنا مع رئيس فرقة، ما تصاحبنا مع كوميسير في التيران كما كنقولوا، ما ربطنا حتى علاقة الحمد لله. خلينا بلاصتنا نقية ونخليوها نقية حتى نمول الأمانة يدي أمان، أمانته إن شاء الله. وجه الشكر كذلك للعائله ديالي اللي كانوا الله يسامح لي منهم، الوالده الله يرحمها، راه كنت نصرف بالليل باش نلوح شي فيديو، دي فيديو. الوالده مات في 2012 قبل ما يكون الادسنس ولا شي، كنصرف بالليل الوالده نوض غادي تهلك عينيك، غادي تهلك عينيك مع البيسي، نوض بارك عليك تفادتو دير تفادي. الله يسامح لي من الوالدين، نص قديم على الوالد، الله يشافيه ويشافي جميع مرضانا. كنتمنى الله يفرج على الجميع، اي واحد مشدود مظلوم الله يفرج عليه، الله يرحم كل واحد مات الله يرحمه ويوسع عليه. الله يعطيكم عزة النفس والقناعة. ديما كنقول الشعار ديالي ديما كنقول تعيش الرجاء، تعيش كوفا السود، تعيش عزة النفس والقناعة والكرامة. تكون عندك واحد عزة النفس، تكون عندك واحد الكرامة عندك مزيان، تكون عندك القناعة، عندك درهم حمد الله وشكره. كاينين الناس اللي ما لقاو ما بقاو حتى داك الدرهم ما لقاو، الوغ ديما حمد الله وشكره. اللي عنده قناة الله يسر ليه توصل كما كنقول انا، وديما نلقاك حتى مول الامانة يدي امانته. عمري ما طلبت لي اشتراك، دير لي اشتراك، دير هادي دير هادي. هذا الدعاء وصل، ما صراحة اقسم لك بالله ما تسوقتش ليه، جات بعد موت يوسف ما تسوقش، جاتني عادي وخديتو، ربما غادي نحطو في شي بلاصة هنا عادي. انا كيتمنوا لك حظ اوفر باش توصل هذاك الدرع ديال الذهب، لا طول الله في عمر ما مسوقش لهادي لهادي. نتمنى خير الفرقة ان شاء الله، نتمنى الجمهور خير، الامه جميع الله يسر لكم الجميع. كنوجه الشكر لجميع الجمهور لا ديالنا لا خارج المغرب، لا الجمهور العربي، اي دوله سيرتو الاشقاء الجزائريين اللي قلت كيوصلني منهم لي ميساج بزاف على هذاك التيسك ديال دمنا عربي. كنتمنى الله يسر جميع الناس في الدراسة ديالهم، الله ينجحهم في الدراسة، الله يوفقكم في العمل ديالكم، الله يعطيكم صحيحتكم. اللي شافني ضعفيت شوية مع المرض شوية الله يفرجها. والفرح ديالي هو الثقة ديال الجمهور، الثقة فين واحد كيدير فيك كما هذا راه والو، أما الثقة راه هي فين الجمهور كيدير فيك واحد الثقة بأنك ما كتربطش علاقة مع شي واحد، ما كتبغي كنبغيو الفرقة، ما كنبغيو لعابة، ما كنبغيو رئيس، ما بغيو منخرط، ما بغيو كوميسير، ما بغيو حتى حد، كنبغيو هذيك الفرقة، نشجعو الفرقة، واقفين معها ديما، ونموتو على هذيك الفرقة، والحمد لله ما كنخرجوش هضرة خايبة، ما كننشروش شي حاجة خايبة، ونتمنى الميساج يكون وصل، الله يسر لكم جميع، حتى ديما كنقول كنتلاقى مع بعض الشباب في لي ديبلاسمون في التصافير،
تنقول لهم تهلاو في الوالدين اللي كنطلاق معاه، تنقول له تهلاو في الوالدين. اما الاصدقاء الله يهديهم، الله يهديهم. الواحد يعرف كيفاش يعزل الاصدقاء ديالو، يعزلهم قليل. كثرت الاصدقاء ما عندك ما دير بهم. الوالدين تهلاو في الوالدين، الوالدين اللي ماتوا ليه والديه الله يرحمه ويوسع عليه، اللي باقيين عايشين والديه عطيهم وقت كامل، حيت غادي يجي واحد النهار تبغى دقيقه ما تلقاهاش، دقيقه تتكع على الوالده ديالك على الوالد، الوغ استغلوا الفرصه اللي باقي موجود من والديه. كان معكم شاكيب زمام 35 او شاكيب بونديف كما كيعيطوا ليه هنا في بورغون. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نخليكم مع واحد الديسك اللي كيستعون عليه الناس ديال الجزائر كيعجبهم. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ديما راجل.